ده مع حضراتكم كلامنا واكيد ده الملف الابرز والمطروح كان على كل الساحات والمنابر الاعلاميه بالامس لان ده الملف اللي يهم اي مواطن مصري حاليا واي مشجع مصري حاليا انت بتتكلم عن اتحاد الكره اللي اعلن امبارح خبر البعض اخده صادم والبعض حب الخبر هنتكلم برضو بالتفاصيل بس طبعا هنا الاساس هو تعيين كابتن حسام حسن مدير فني لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا كمان قرر المجلس تعيين ابراهيم حسن مدير للمنتخب امبارح يعني خليني اقول لحضراتكم كان في اجتماع كبير جدا ما بين كابتن حسام حسن واتحاد الكوره واجتمع كمان مع وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي عشان يتفقوا على تولي القياده الفنيه للمنتخب الفتره اللي جايه السيناريوهات فيها عامله ازاي كلام كتير جدا ممكن يتقال عن اهميه كمان يعني هنا دعم اي مدرب وطني لان خلي بال حضراتكم احنا كنا عمالين نقول هو احنا عندنا حد يدرب اصلا منتخب مصر وطني احنا يمكن كان عندنا اسماء كتيره جدا زمان كابتن محسن صالح كابتن انور سلامه آه كابتن مختار مختار وغيره وغيره من الاسماء اللي ممكن كانت في حقبه ما تقول احنا عندنا اه قدها بس خلي بالك برضو انت دلوقتي عندك اسماء كتيره تتفق او تختلف مش دي قصتنا بس هنجيلها بس انت دلوقتي بقى عندك اختيار وقع على مدرب مصري او محلي يعني ارجع كده برضو بالتاريخ لكابتن حسن شحاته ارجع بالتاريخ لكابتن محمود الجهري هتلاقي ان الناس دي كانت برضو بتتهاجم بالمناسبه في البدايه يعني لما تم اختيارهم في الاول وتحديدا كابتن حسن شحاته قال لك هو السي في بتاعه ايه هو مين كابتن حسن شحاته اصلا واللي قال لك ادى السيناريوهات وكان في رهانات وقتها احنا كنا صغيرين بس كل ده احنا عارفينه قال لك في رهانات ودي ست شهور ودي ثلاث شهور وبالمناسبه دلوقتي برضو كابتن حسام حسن في رهانات عليه قال لك ادي له شهر اتنين ثلاثه اربعه على شهر سته الجاي على مش عارف ايه يا عم لا ده مش هيكمل يا عم اصلا مش هيبدا ده الضغوطات اللي عليه هتخليه يسيب لا هو عصبي الكلام ده كله برضه هتكلم فيه في التفاصيل بس من دلوقتي السيناريوهات السيئه بدات ان هي تظهر اسم حسام حسن خليني اقول لحضراتكم ارتبط اصلا بتولي تدريب منتخب مصر يعني في ظل اكيد خبرات كانت دوليه بيتمتع بيها بشكل كبير جدا ما حدش يقدر يعني يختلف عن النقطه دي بعد كده اصبح مدرب برضو كان خلالها عدد درب يعني خلال عدد كبير جدا وكان عنده تجارب مميزه جدا درب لو انا مش عايز انسى حاجه يعني عندك منتخب الاردن وقاد هنا فرق الزمالك والمصري واتحاد السكندري وبيراميدز وسموحه والاسماعيلي والاتصالات والمقصة يعني اسماءنا انديه كبيره جدا كان اخرهم طبعا موردن فيوتشر وده بعد ما طبعا خلاص لكن بعد ما تولى اكيد قياده المنتخب موردن فيوتشر اعتقد يعني مش اعتقد هو اكيد هيبحث عن اسم اخر لحسام حسن يعني طيب تعالوا نروح للي يهمنا بلغه الارقام كابتن حسام حسن بدا المسيره بتاعته التدريبيه بعد اعتزاله تحديدا في 2008 وبعد كده تولى خلالها قياده 421 مباراه جايبين لحضراتكم بالارقام تحديدا 421 مباراه فاز فيهم في 176 مباراه وتعادل في 141 مباراه وخسر في 104 مباراه طيب ده كمدرب تعالوا نتكلم شويه كلاعب كلاعب حسام حسن حصد ثلاث بطولات في كاس امم وكان طبعا مع منتخب مصر 14 بطولة دوري مصري وبطولتين كأس السوبر المصري وخمس بطولات كأس مصر وبطولتين دوري أبطال إفريقيا طبعا يعني بالإضافة لبطولة السوبر الإفريقي. ده ملخص لسي في حسام حسن ده ملخص يعني سريع كده لسي في حسام حسن طيب نقف هنا دقيقة خلينا نقف هنا دقيقة ونتكلم شوية. أه التجربة المحلية أو المصرية اللي ناس كتيرة جدا كانت بتطالب بيها بعد فشل أكتر من تجربة لمدير فني أجنبي كانت يعني بمستوى كبير جدا وكانت بدرجة كبيرة جدا كل شوية كان حد يطلع لك بالمناسبة إحنا هنعين مين؟ قالك هنجيب مدير فني أجنبي طب يا جماعة ما عندناش حد محلي يقولك لا ممكن يبقى عندنا طب مين؟ كان واحد من الأسماء المتكررة كابتن حسام حسن كان بيذكر دايما بيتم ذكره وعلى فكره قبل ما يتم اختيار روي فيتوريا كان برضو اسم كابتن حسام حسن مطروح طيب تعالوا نفرق بين نقطتين مهمين جدا شخص انا بختلف عليه وشخص انا بتفق عليه لو انا بتفق عليه خلاص دي ما فيهاش كلام اللي بيختلف بقى مع كابتن حسام حسن في نقطتين برضو هيتقسموا شقين. شق انا ما بحبش كابتن حسام حسن علشان ما بحسش ان هو فنيا يقدر وفي شق تاني اصل انا ما بحبوش عشان هو عصبي عشان هو مش كويس في اوضه اللبس، عشان هو ليه سوابق كتيره قبل كده ان هو التعامل بتاعه جاف الى حد كبير. ده بقى انا اعتقد انه كلام غير منطقي تماما، يعني ممكن تختلف لو انت شايف ان هو ما عندوش جمل تكتيكيه مش هيقدم تطوير للمنتخب، مش هيطلع يعني وعلى فكره هو عنده فرصه ان هو يقدر يطلع جيل جديد لان بالمناسبه الجيل الموجود الحالي مش هو ده اللي هيكمل معاه، ممكن في ناس منهم ما يبقوش موجودين بعد كده مع المنتخب، لكن انت عندك فرصه دلوقتي تقدر تطلع جيل جديد اصلا، فهي مهمه على فكره، يعني اللي شايف ان كابتن حسام حسن كده محظوظ او حاجه، بالمناسبه هي مهمه صعبه جدا. هي مهمه صعبه جدا، تخيل انت بتاخد مركز قبل ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، انت بيتم انتقادك.